في بارتو شفنا الأمثلة اللي عملناها السابقة، كيف نقسم المين كلاس نفسه إلى methods، وتاني شفنا كيف نشيل الميثودز دي أو نضعها في another class. فعملنا نفترض إنه كان شغلنا عندنا one method، عندنا البروجكت في one class اسمه MC class، ده للشغل نفسه. فلو تخيلنا انه ده شكل الـ MC class كده، مربع واحد جواه عندنا one method اللي هو البابليك، بس كل الكود كان في البابليك. يعني الشكل ده project واحد فيه class واحد اسمه MC، فيه method واحد المين method. وبعد ذلك شفنا كيف نعمل اكثر من method في نفس الكلاس اللي هو نفس الكلاس MC، عند المربع ده one class اللي هو المين class، فيه الآن المين ميثود البابليك مين اللي هو ده المين ميثود، بينتهي هنا ده المين ميثود بتاعي. وتاني عندي two methods اللي هو عندي method اسمه say سلام، ده another method موجود في المين class، يعني بقى عندي ده ميثود تاني. وعندي ميثود تالت ده بدخل معاه البراكت ده، وعندي الميثود التالت اسمه add، فموجود هنا برضو في المين كلاس. ده نوع من التنظيم لو كل حاجة متشابة عندك مع بعض ممكن تعملها في شكل ميثود بدل ما يكون المين مسحوم زي ما شفنا. طبعا الحكاية دي بتظهر واضحة في الهيلبينج سيستم بتاعنا، فيه كان 8 ميثودز كلها موجودة في المين ميثود. هنا كل الكود كان موجود في المين هنا في المشروع بتاعنا اللي هو الهيلبينج سيستم، كان في المين منيو وفيها السويتش 7 كيسز كل واحدة فيها كود براها. فممكن نقسمها لميثود بالصورة دي. طيب التقسيم ده بيخلي المين منظمة واضحة، لكن برضو بخلي المين كلاس فيه ميثود كثيرة. فقمنا عملنا حاجة تانية، شلنا الميثود نفسها الموجودة غير المين، حولناها لانذر كلاس في كلاس تاني. فنلاحظ الآن ده المين كلاس حقنا، رجعنا تاني المين كلاس بقى فيه شنو؟ فيه المين ميثود بس، المين الدالة المين الرئيسية ما فيه حاجة تانية، وبنفس الفانكشنز حقت المثال السابق. طيب وين باقي الكلاسز؟ نقلناها كلها في كلاس تاني سميناه مثلا سميناه calc.java. طبعا اسم الكلاس لازم يكون زي اسم الببليك زي اسم الملف، يعني calc هنا لازم يكون عندك calc.java، هنا عندك الكلاس اسمه mc لازم يكون مخزن في ملف اسمه mc.java. الآن عملنا كلاس تاني، بقى عندنا two classes بدل one class. الكلاس التاني ممكن أضع فيه داتا وممكن أضع فيه methods. أنا الآن ما عندي داتا، فعملت في المين كلاس في الكالك عملت الميثودز اللي كانت في مين، ده واحد method، والميثود التاني اللي هو الآد هذا موجود هنا. إذن الكلاس ده كالك كلاس منفصل اسمه calc.java، فيه two methods، وعندي كلاس ال MC المين كلاس فيه one method اللي هو المين method. وعشان أنا استخدم الكلاس ده داخل هنا داخل المين كلاس داخل المين method حقي، أول خطوة لازم أنشي منه object اللي هو بعمل calc c، دي بعمل reference اسمه c للنوع calc، وبكلمة c يكون new calc كده أنشأته new object في الذاكرة، ويشار له ب reference c، يعني c هو بيمثل object نسخة من
من الكلاس ده. اي حاجة موجودة في الكلاس ده public هي هتكون موجودة في C. طيب لو عملت C calc C equal C new calc دي عملت object واحد اسمه C او الريفرنس حقه C. عملت لو عملت calc C2 وجيت قلت C2 equal new calc هيعمل نسخة تانية من نفس الكلاس ده. يعني الكلاس ده C1 هيكون فيه method اسمه say سلام وmethod اسمه add و C2 برضو فيه method اسمه say سلام وmethod تاني add. لو عملت 20 object هيكون عندي 20 نسخة من الكلاس ده, كل نسخة ما عندها علاقة بالتاني. يعني لو انا عدلت لو كان في متغيرات هنا في الكلاس زي ما هنشوف قدام هيكون كل متغير جوا اوبجيك يختلف عن المتغير جوا اوبجيك الثاني رغم ان الاسم يكون واحد زي ما هنشوف بعدين. وبعد ذاك بعد ما عملت الاوبجيك هنا في سي او الريفرنس وانشأت الاوبجيك بعد ذاك ممكن استخدم اي حاجة هنا بابليك استدعيها داخل المين بكلمة سي دوت سي دوت سي سلام. هذه معناها انا استدعيت الميثود اسمه سي سلام فحينفذ البودي ده هيقول لي سلام from say سلام method يطبع. وبعد ذاك لو قلت عملت integer result equal add 57 هقول c dot add 57 معناه استدعيت الميثود اللي اسمه add هنا الموجود في ده النسخة بتاعت الobject ومررت له والخمسة والسبعة. الخمسة بتجي في الx والسبعة بتجي في الy يعمل لي ريتين بعد ما يطبع كلمة سلام from add method حيرجع لي الجمع بتاع خمسة زي السبعة. حيتخزن وين الجمع ده؟ حيتخزن في المتغير result ده return value. بعد ذلك لما أقول print result equal result هنا حيطبع لي 12 result equal 12 كده. كيف أنا أعمل أكثر من method في المين أكثر من method في another class وأعمل كم classes. فدي مراجعة للجزء الأول اللي شرحناه في عملي عشان نقدر نستوعب الجزء الجاي قدام إن شاء الله بإذن الله.